الاشارات الاقتصاديه. سيد ناصر اهلا وسهلا بك. كما تحدثنا يعني هذا القانون من المفترض ان لا يمرر لانه الحكومه بتعارضه، وبالتالي سوف يتم اعادته الى مجلس الامه وقتها يحتاج الى 44 صوت، وهذا امر جدا مستبعد. ولكن بالتالي يعني اكيد النواب معهم خبر هذا الموضوع، ولماذا اذا كل هالضجه حول هذا القانون؟ هل هي ضجه انتخابيه فقط؟ طبعا مثل ما تفضلتي هي يعني لحسابات انتخابيه بحته وموضوع شعبي لا اكثر. طبعا هناك تعاطف معاه من شريحه كبيره من النواب، لانهم يريدون بالنهايه اصوات الناخبين المدينين. طبعا القانون مثل ما تفضلتي وتفضل الاخرون هو غير عادل، غير منصف، يفيد فئه على حساب فئه اخرى غير مقترضه، غير فني، لا يمكن حساب يعني الفوائد واسقاطها بشكل دقيق، وايضا غير شامل، لا يشمل ولا يعالج موضوع قروض الشركات الاستثماريه، وهو مخالف للدستور من حيث اخلاله بالعداله لشرائح المواطنين. ففي عده عيوب ومثالب. لم افهم اخر نقطه. لا يعني هو مع يعني الدستور وضع لي العدالة ما بين المواطنين في الحقوق والواجبات. نعم. فهذا القانون سيفيد شريحة ولا يفيد شريحة أخرى، بينما الإفادة تكون من كيس الجميع الذي هو المال العام. وبالتالي هلا سيد ناصر يعني من الممكن القول انه من غير المتوقع ان يطبق فعليا هذا القانون، يعني لدى الحكومه عده وسائل لعدم الزام البنوك على اعاده جدوله هذه القروض. صحيح. نعم. ام مجلس الامه عنده خيارات الان؟ لا يعني هناك يعني مهما اختلفنا مع طرح الاخوه اعضاء مجلس الامه الا ان هذه الديمقراطيه، هناك يعني عدة يعني مراحل، منها إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، وغالبا حسب رأي الفقهاء القانونيين يشوب مثالب دستورية، أو أن إعادته لمجلس الأمة للحصول على أغلبية الخاصة مثل ما تفضلتي 44 عضو، أو يعني سمو الأمير يرفضه. وأيضا يعني هناك مجال لطرحه لمجلس الأمة بأغلبية خاصة. فيعني هناك عدة خطوات، ونتمنى من الأخوة أعضاء مجلس الأمة مع احترامنا لآرائهم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. بالتالي هذا القانون برأيك لم يؤثر اليوم على سوق الأسهم لأنه هناك توقعات بعدم تطبيقه فعليا؟ طبعا يعني هو إقراره وعدم إقراره يعني ليس له علاقة مباشرة بسوق الأسهم، لكن طبعا إقراره يضر بالمالية العامة ويضر بالسلوك الاستهلاكي وإنفاق المواطنين، وربما يشجعهم على مزيد من الاقتراض الاستهلاكي أملا بسقوط الفوائد مرة أخرى، وهذا أمر غير منطقي. ماذا عن المواضيع الأخرى البارزة في السوق؟ لنتحدث ربما عن موضوع أجيليتي، القضية المرفوعة ضد الشركة في الولايات المتحدة. يوم غد من المنتظر أن يتم النظر في هذه القضية، وهناك كلام قوي عن التسويات، وعلى هذا الأساس كان السهم يسجل ارتفاعات متتالية. لا أدري إن كان لديك أخبار إضافية أو معلومات إضافية، وماذا تنصح إذن في هذا الموضوع للمستثمري أجيليتي؟ طبعا نحن يعني غير معنيين مباشره بأجيليتي، ويعني الاخبار معظمها شائعات وغير دقيقه وغير منسوبه لمصادر رسميه وواضحه، انما هي مجرد تكهنات، ربما يكون دورنا هو التعليق عليها يعني اذا امكن. فبالنسبه للتسويات هذه وارده وفق القوانين الامريكيه، وهناك يعني كلام ما بين 400 مليون دولار الى 800 مليون دولار يتكلم فيها المجتمع الاقتصادي حاليا. لكن السؤال الأهم من هذا، هل في ظل التسوية ستستمر العقود أم لا؟ أيضا وجهة النظر القانونية اللي استطلعناها الأيام الأخيرة أن دفع التسويات أو العقوبات يعني إقرار بالذنب وإقرار بالمخالفة، فبالتالي من غير المستبعد
في ظل الأجواء الحالية سواء العالمية أو في الولايات المتحدة تحديدا وأثر الأزمة الاقتصادية والفساد وما إلى ذلك، من المستبعد أن بعد أن تقر أجلتي بالذنب أن تستمر العقود، لكن هذا بالنهاية متروك للمحاكم وللقوانين الأمريكية. ويعني ندعو الجميع للحذر بالتعامل مع الأخبار والشائعات لأنها معظمها يصب لمصالح خاصة لدعم السهم بشكل أو بآخر. على كل ربما الصورة تتوضح يعني يوم غد. هذا بالنسبة لمسلسل أجلتي. مسلسل آخر في السوق الكويتية هو مسلسل زين. اليوم نسمع تصريحات هلأ منذ قليل أقرأها على موقع السوق من الاستثمارات الوطنية تفيد فيها بأن عميلها شركة الخير ما زالت مستمرة بعملية بيع 46% من شركة زين، ولكن نظرا للظروف الاقتصادية هذا من الممكن أن يأخذ وقت أطول مما كان متوقع. لماذا برأيك تعلن الاستثمارات الوطنية عن هذا الموضوع اليوم؟ طبعا الفترة الأربع شهور التي تنتهي هي يوم 9/1 لأنه بدأت في 9/9/2008. طبعا هذا كان متوقع، يعني أن الجهات المروجة للبيع أن تتعذر بالأزمة العالمية، والأزمة العالمية صار لها سنة ونصف وليست الآن، لتمديد أجل النقاش والمفاوضات. طبعا صفقة زين مثل ما عرفتي من زمان احنا نتكلم منذ نشوءها، يعني كان احتمال نجاحها 50%، يومها كان الناس يرون ان 100% نجاحها وهي تامة لا ريب. فاحنا نقول 50% الآن انخفضت احتمالات النجاح بدرجة كبيرة لا تتعدى اطلاقا 25%، مع نكرر ان ودنا ان تتم، لكن السعر يعتبر يعني مرتفع جدا ومبالغ فيه في ظل انخفاض ارباح زين والتبعية انخفاض سعرها في السوق. فيعني نتمنى ان لا يطول المسلسل وان يحسم الوضع في اسرع وقت ممكن حتى يجد السهم اتجاهه وايضا سوق الكويت اتجاهه الصحيح بعيدا عن الاخبار والشائعات المغرضة من هذا الطرف أو ذاك. ويعني بالنهاية حتى لو ما تم الصفقة ما هي كارثة كبيرة. نعم. شركة زين مهما كان شركة جيدة ورائدة، ونتمنى لها التوفيق مستقبلا بقيادة الملاك الحاليين أو المستقبليين. على كل السعر بالصفقة إذا بنتذكر هو تقريبا ضعف السعر السوقي الحالي لزين. زين اليوم عند 990 فلس. شكرا جزيلا لك ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية.